جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا سؤال آخر فيقول: على من تطلق كلمة شهيد؟ وهل تطلق على الذي يستشهد في سبيل الله فقط، أم تشمل من يموت غرقا أو حرقا أو حادث طائرة أو سقوط في بئر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الشهداء كثير ولله الحمد، ولكن الشهيد أفضل الشهداء، هو الذي يقتل في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله. الذي يقتل يموت في المعركة مع الكفار لإعلاء كلمة الله فهذا شهيد في سبيل الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولهذا هذا الشهيد الذي قتل في سبيل الله في المعركة مع الكفار له أحكام خاصة، حيث إنه لا يغسل ولا يكفن إلا بأثوابه التي قتل فيها بعدما ينزع عنه الحديد والأشياء الزائدة على ثيابه، ولف بثيابه ويدفن بدمه، ولا يصلى عليه لأنه شهيد، ولتبقى عليه آثار الشهادة وهي الدماء التي نزفت في سبيل الله عز وجل، تبقى عليه ثيابه التي قتل فيها. وهناك شهداء غير شهداء المعركة لهم فضل الشهادة لكن لا ينالون الدرجة التي نالها المقاتل في سبيل الله، ومنهم من مات في الطاعون، ومن مات في البطن بمعنى أنه أصابه الإسهال ومات، ومنهم المرأة إذا ماتت في ولادتها ومنهم الحريق الذي مات في الغرق أو الحريق أو الحوادث المفاجئة من المؤمنين. فهؤلاء شهداء، شهداء في الآخرة، لكن في الدنيا يعاملون معاملة الموتى، يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في ويدفنون كما يدفن غيرهم من الموتى. أما أولئك الذين قتلوا في سبيل الله فإنهم شهداء في الدنيا وفي الآخرة، شهداء في الدنيا بأنهم لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم، وفي الآخرة لهم عند الله الثواب العظيم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الأمراض التي تصيب الإنسان في البطن شيخ صالح، هل إذا توفي الشخص على أثرها يعد من الشهداء أو أن لكم رأي آخر يحفظكم الله؟ الله أعلم، إنما هذا يتبع فيه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وردت أحاديث عدد فيها أنواع من الشهداء، منهم من ذكرنا. وهو الذي يموت في الطاعون، في الطاعون فقط. نعم، والذي يموت بالإسهال. نعم، والذي يموت بالمرأة التي تموت في نفاسها. طيب، نعم، جزاكم الله خيرا. والذي يموت في الحادث المفاجئ. نعم، كالغريق والحرقة وغير ذلك. نعم، حوادث السيارات يحفظكم الله كما سأل صاحبها، والهدمة. نعم، حوادث السيارات والطيارات والبواخر يدخلون في هؤلاء. نعم، لأن موتهم مفاجئ. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.